اهلا بيكم مره تانية حبايبنا المتابعين في كل مكان، معاكم ملاك نادي وانتوا تقدروا تتفرجوا على قناه نادي الكترونيك. اتمنى يا رب تكونوا في افضل حال، وحابب كده في المقدمه ان انا اشكركم على الدعم الجميل اللي انتوا بتقدموه لي، كميه الناس اللي بتشترك وكميه التعليقات الايجابيه واللايكات اللي بتجيلي بجد حاجه تفتح النفس وحاجه تشجع الواحد ان هو يعمل محتوى كويس ويبذل فيه جهد. فيا رب اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم الفتره الجايه في المحتوى اللي بقدمه. النهارده زي ما انتم شايفين هجيب لكم طريقه تصليح اللمبات الليد طبعا بكل سهوله، اللمبات الليد الكبيره برضو، بحيث ان انت تسمع معايا الفيديو وتطبق الخطوات اللي فيه، في اخر الفيديو اللمبه بتاعتك تكون شغاله في نفس الوقت الفيديو، يعني كمان مش هتاخد معاك وقت خالص. فطبعا في طريقه حلوه برضو هعملها لكم، ان انتوا تصلحوا الليد من غير اي ادوات ولا اي معدات ولا من غير كاويه ولا اي حاجه. ده طبعا لان في ناس سالتني كتير على الفيديو اللي هو اللي قبل كده، انا كنت عامل فيديو على تصليح اللمبه اللي هي الصغيره شويه، احنا ما عندناش كاوي تسديد بس عايزين نصلحها. في طريقه تاني؟ في طريقه تاني الحمد لله وصلت لها، وده طبعا بناء على طلباتكم وبناء على طلب شخص بجد يعني، ويعني عزيز على قلبي جدا وغالي عليا، اسمه القسيس ايليا. فالشخص ده يا جماعه في مهمه والدي بالظبط، فيا رب الفيديو يعجبه، وانا عامل الفيديو ده مخصوص ليه هو. فلو هو بيتفرج عليا دلوقتي احب اقول له ان ده شرف ليا ان انت تتفرج على الفيديوهات بتاعتي بجد، واتمنى تستفاد من الفيديو، فتابعوني للنهايه باذن الله هتستفادوا معايا. اهلا بيكم مره تانية يا جماعه، هنخش كده على طول في الشرح عشان الفيديو ما يكونش طويل ويبقى سهل عليكم. طبعا زي ما انتم شايفين اي لمبه ليد بتكون بنفس المنظر ده، فعادي حتى لو هي صغيره او كبيره مش هتفرق، لان هي نفس الفكره بالظبط، اي حجم ايا كان. فطبعا زي ما انتم شايفين اول ما بتفك الوش ده بيتخلق معاك ضغط كده بنفس المنظر. غالبا اللمبات الليد دي اللي بيبوظ فيها هي بيكون عباره عن ليد كده تالف، بيكون محروق هو اللي بيكون بايظ، لان طبعا اللمبات دي بتكون متوصله على التوالي، فبالتالي لو ليد واحد وقف اللمبات كلها بتبوظ. فبالتالي زي ما انتم شايفين هنا كده يا جماعه، طبعا اي لمبه ليد بيكون فيها مجموعه الليدات زي ما انتم شايفين متكونه على بورده معينه جوه اللمبه، بتكون مجموعه ليدات على حسب حجم اللمبه بيكون فيها عدد من الليدات. طبعا انت هنا بتيجي تبص على الليدات دي زي ما انتم شايفين كده، بتلاقيها متوصله على التوالي جنب بعضها، يعني كل خط مسلم للخط اللي جنبيه، يعني زي ما انتم شايفين كده لو لاحظتوا الخطوط هتلاقي كل خط مسلم للي جنبيه، لو في واحد بس فصل بيوقف اللمبه كلها. وطبعا الشركات بتعمل كده لان طبعا بتبقى عايزه تزود المبيعات وعايزه ان هي كل الحاجه تبوظ يعني كل فتره كده وتبدا ان هي تشتري تاني. ده لو اتعمل على التوازي ممكن اللمبه تعيش معاك العمر كله، فبالتالي هم عايزين يشتغلوا يعني بمعنى اصح. عندنا هنا زي ما انتم شايفين لازم الاول نحدد الليد اللي تالف ده فين عشان نعرف ان احنا نغيره او نعرف ان احنا نلغيه اصلا. طبعا انت ممكن تحدد الموضوع ده بكذا حاجه، ممكن مثلا بتجيب بطاريه موبايل وتوصل فيها سلكتين وتلمس السلكتين على طرفين الليد كده، لو الليد نفسه نور يبقى كده الليد شغال، او ممكن بالسيريا زي ما انتم شايفين كده مصباح السيريا ونلمس على الليد من الطرفين، لو اللمبه نورت يبقى كده هو الليد شغال، او ببنسه الامبير او بالافوميتر او باي حاجه. بس في طريقه احسن بقى من كل ده، ان انت بتشوفه بعينيك كده الليد اللي بتلاقيه مسود تمام هو الليد ده اللي بيكون بايظ. يعني برضو زي ما انتم شايفين اكيد ملاحظين الليد اللي هو فيه نقطه سواد، ده معروف ان هو بايظ، فهو ده يعني بنسبه 90% هو ده اللي بيكون بايظ وعايز يتغير. في لمبه زي كده بتلاقي كلها مسوده وكلها مغمقه، يبقى دي لا دي مش هتنفع، دي تترمي احسن. زي ما انتم شايفين دي لمبه تاني اهي فيها نفس القصه، ليد مسود اهو، فده معروف ان هو بايظ وعايز يتغير. فانت ممكن تشيله وتجيب واحد تاني من لمبه تاني شغال وتركبه من خلال التسخين او من خلال ولاعه بتسيح كده تحت الليد، وبعد كده تخلعه وتيجي لازقه في اللمبه الجديده. بس الطريقه دي صعبه، بتبقى عايزه حد يكون محترف شويه وعايزه يعني اداء، لان طبعا انت لازم تسيح مظبوط وتعمل حاجات مظبوطه. فالطريقه الافضل ان انت تلغي الليد. فطبعا زي ما احنا شايفين كده هنجيب اي اله حاده، قطر او سكينه او اي حاجه رفيعه، نبدا نقشط الليد اللي هو تالف او اللي هو مسود اللي احنا شايفينه وحددناه بعينينا، ونبدا ان احنا هنعمل بعد كده ان احنا نحط عليه نقطه تسدير ونقفل الطرفين. فتابعوا معايا واحده واحده، هو هيكون بنفس الشكل ده، في هنا زي خطين او نقطتين جنب بعض، النقطتين دولت لما الليد بيفصل او بيضرب بيقطع الوصله بين الاتنين، فبالتالي الدايره ما بتكملش او التيار ما بيعرفش يمر. فبالتالي احنا لازم نفصل، احنا نقفل تاني الدايره باي حاجه مثلا بقسدير او باي حاجه.
المهم ان احنا دلوقتي هنلحم الطرفين زي ما قلنا بنقطه تسدير. المهم ان في هو يعني في بعض اللمبات بتلاقي فيها اكتر من ليد بايظ، لو اكتر من ليد بايظ فده مش هينفع يتلحم، لان انت كل ما بتلغي فليدات فبالتالي الموضوع بيضعف معاك واللمبه بتلاقيها بتتحرق بسرعه. فادي المنظر اهو بعد ما احنا حطينا نقطه التسدير، فاحنا بنجرب دلوقتي بطرفين كهرباء، بس اهم حاجه ما خليش الطرفين يلمسوا بعض. احنا دلوقتي هنجيب دوايا بحيث ان احنا نجرب بيها بشكل اوضح. دلوقتي احنا ركبنا اللمبه في الدوايه بتاعتها زي ما انتم شايفين، هي منوره معانا اهي تمام، النور بتاعها كويس وقوي، بس هو يمكن عشان التصوير او الكاميرا فانتم مش شايفينها كويس، بس هو كل اللمبه الليدات منوره ما عدا الليد طبعا اللي انا فصلته. اضاءتها قويه جدا مع ان انا مشغل يعني اضاءه قويه في المكان اللي بصور فيه، بس مع ذلك برضو هي اضاءتها ظاهره وقويه مش ضعيفه خالص. فهو الليد ده ما بيأثرش في القوه كلها، الليد ده بس يعني هو ليد وتشال فيعني بيسيب مكانه بس، انما بقيه الليدات بتشتغل عادي بجوده عاليه. بس زي ما بقول لك لو انت لغيت اكثر من ليد، يعني مثلا لو ليد او اتنين تمام، اكتر من كده لا، لان طبعا بعد كده اللمبه هتلاقي ضعفت بقيه الليدات وهتلاقيها اتحرقت كلها مره واحده. فهي الطريقه دي كويسه مش وحشه. في بقى الناس اللي هي بتقول ان انا ما عنديش كاوي تقدير زي كده، احنا ممكن نعمل ايه بحيث ان احنا نشغل اللمبه برضو؟ في اكتر من حاجه احنا ممكن نعملها هنشوفها دلوقتي مع بعض. دلوقتي انا شلت تاني القزير اللي انا حطيته تمام، لان في طريقه تانية احنا هنتعرف عليها. ممكن نجيب حته سلكه شعر او سلكه نحاس عادي، سلكه كهرباء، ونقطع منها مثلا حته صغيره زي كده، ونبدا ان احنا نطبقها كذا جزء فوق بعضه تمام، وهنعرف ليه دلوقتي. تابعوا بس معايا واحده واحده كده، وانتوا كل حاجه هتبان معاكم دلوقتي بالتفصيل. بعد ما عملت منها مجموعه طبقات فوق بعض كده بنفس المنظر ده، هبدا ان انا احطها على الطرفين اللي هما بتوع الليد اللي انا شلته. اهم حاجه يكونوا صغيرين ما يكونوش كبار، يعني ما تكونش طويله، تكون على قد الليد التالف بالظبط. بعد كده هنبدا نحط عليها نقطه شمع، او مثلا ممكن ان احنا نحط امير لو مفيش شمع برضو فعادي، ونبدا ان احنا نضغط عليها لحد ما الشمع يلزق او الامير اللي احنا حاطينه يلزق. خلاص بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، اصبحت السلكه اللي انا حطيتها دي قفلت على الدايره او لمست الطرفين في بعض، فبالتالي لما اجي اشغل هتلاقي شغلت معاك. اهم حاجه لما انت تحط شمع ما تحطش شمع كتير، وما تخلوش يجي على الليدات الشغاله، عشان الليدات الشغاله دي لو جه عليها شمع كتير هتسيح مع السخونه. فانت تحط على الليد التالف بس، لان انت حطيت على الليد التالف بس هو مش هيسخن، فبالتالي خلاص هيفضل الحاجه ثابته مش هتقع. فكده زي ما انتم شايفين برده الطريقه شغاله معانا تمام. ممكن احنا نحط اي حاجه معدن بحيث نقفل الطرفين على بعض، مش شرط يعني سلكه ومش شرط شمع. انا اديتك الفكره وانت برضو يعني بتحاول ان انت تعملها زي ما تناسب ليك. فاحنا كده خلاص احنا صلحنا اللمبه واللمبه اشتغلت معايا تمام، فالموضوع اصبح كويس واي حد ممكن يعمله، لان احنا طبعا كنا بنرمي اللمبات دي 58 و60 والكلام دوت وكنا بنرميها. هي حاجه بسيطه اي نعم، هي مش هتشتغل بنفس العمر اللي هي بتشتغل فيه وهي جديده، بس حتى لو اشتغلت فتره برضو احنا هنستفاد منها بدل ما تترمي. فطبعا احنا هنا بنحط خط كده شمع حوالين داير في اللمبه، بحيث ان احنا لما نقفلها الوش ما يوحش كل شويه، لان هي طالما اتفكت فالموضوع بيبقى خفيف بالنسبه لها. بعد كده هبدا طبعا ان انا اركب الوش تاني، اكبسه كده كويس على الشمع، هلاقيه لزق معايا وبقى كويس. في ناس كانت بتقول ان هو طبعا طريقه تغيير الليد، او لو احنا غيرنا الليد هيكون افضل. طبعا هو هيكون افضل، بس طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، لان طبعا انت محتاج تشيل الليد تسيح تحتيه بالحراره، ومحتاج ان انت ما تخليش الكارته نفسها تسود، ومحتاج ان انت ما تخليش حراره تيجي على الليدات اللي جنبيها بحيث ان هو ما يتخلعش. فالموضوع بيبقى صعب جدا، وبيبقى محتاج جفت، وبيبقى محتاج حاجات كده دقيقه، فالموضوع بيبقى صعب. فكده دي طريقه اتمنى تكونوا استفدتوا منها وعجبكم الشرح. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك واللايك، وبرده ما تنسوش الشير عشان ده بيشجعنا. فما تنسوش الشير، نشوفكم على خير.